عندنا الـ synthesis of steroid and sex hormones. دائما الستيرويد هرمون والسكس هرمون عندها بريكارسر اللي هو الكوليسترول. مثل ما تعرفون ان الكوليسترول هو four fused ring structure. الكوليسترول هو عبارة عن four fused rings with hydrocarbon side chain, يعتبر الفينانثرين النيوكليوس. يصير فد موديفيكيشن عليها وهذا حيؤدي الى تكوين الستيرويد هرمونز اللي قد تكون ميل هرمونز مثلا التستوستيرون او الدايهايدروتستوستيرون او الاستروجينز او البروجستيرون او الكورتيزونز بالادرينال جلاند. فال هنا نشوف انه الكوليسترول هو يعتبر هو البريكارسر فور ذا سينثيسيس اوف سكس هرمونز. There are steps for the synthesis of sex hormones. The first step is the shortening of the cholesterol hydrocarbon chain. مثل ما نشوف انه الكوليسترول بي هيدروكربون تشين. اول step هي تصير عندنا ال cleavage of the hydrocarbon chain and its shortening, فيتحول الكوليسترول الى برجنينالون. تعتبر هذه الستيب هي rate limiting step. It is the most important step for the steroid synthesis and it is considered as the rate limiting step. هنا بهاي العملية بهاي الخطوة انه يصير عندي shortening للهيدروكربون سايد تشين مال الكوليسترول بحيث يتحول الكوليسترول الى برجنينالون. فتتحول هذه الى الديهايد جروب, من هيدروكربون الى الديهايد جروب يتكون عندي البرجنينالون, وهذه الخطوة الاولى هي تعتبر الريت ليميتنج ستيب or the most important step. ايضا تتكون بعض الديريفاتيفز اللي الثانيه اللي هي مثلا 17 هيدروكسي برجنينالون او يتكون الديهايدرو ايباندروستيرون او الاندروستينيدايون. هذه البرجنينالون او البرجنينالون ديريفاتيفز او الديهايدرو ايباندروستيرون او الاندروستينيدايون هي كلها ديريفاتيفز تتكون تعتبر مشتقات الى البرودكتس مال البريك داون اوف ذا كوليسترول سايد تشين. بعدين تتعرض وراء هذه البرودكتس الى الستيب الثانيه اللي هي الديهايدروجينيشن, ديهايدروجينيشن اوف ذا 3 هيدروكسي جروب. هنا عندي 3 هيدروكسي جروب يصير فيها ديهايدروجينيشن لوس اوف ذا هيدروجين, فيبدي يتكون اول بريكارسر اللي هو البروجستيرون او 17 هيدروكسي بروجستيرون او الديهايدرو اندروستين ايباندروستيرون يتحول الى اندروستينادايون. هذا الاندروستينادايون هو يعتبر فد بريكارسر يتكون من عنده بعدين التستوستيرون. وراها الخطوة الأخرى هي عملية بالنسبة للبروجستيرون تتعرض إلى further dehydroxylation أو تفقد هيدروكسيل جروبز وتتحول بعدين إلى الأدرينال ستيرويد اللي هي الكورتيكوستيرويد والألدوستيرون. أو عندنا مثلا التستوستيرون يتعرض إلى عملية الأروماتيزيشن وبالتالي عن طريق الأروماتيز إنزيم يتحول التستوستيرون إلى الإستروجين اللي تشمل لنا الإسترون والإسترايول والإسترادايول. الإسترادايول نسميه E2 لأن بي 2 هيدروكسيل, إسترون بي 1 E1 لأن بي هيدروكسيل وحدة, والإسترايول بثلاثة هيدروكسيل جروب لهذا مرات يسموه بالE3. فإذا عندنا احنا اهم شيء البريكارسر مال الستيرويد هرمونز هو الكوليسترول. الريت ليميتنج ستيب فور ذا كوليسترول فور ذا سكس هرمون سينثيسيس هي تحويل الكوليسترول الى برجنينالون عن طريق البريك داون اوف ذا سايد تشين, وتعتبر هذه هي الريت ليميتنج ستيبس. وتتكون ايضا عندي ديريفاتيفز للبرجنينالون. هذه البرجنينالون والديريفاتيفز مالته يتعرض الى ديهايدروجينيشن بحيث يؤدي الى تكوين برودكتس مثلا البروجستيرون
اللي هو مهم خلال فترة الحمل، والجزء الثاني من المنسترال سايكل، وعندي أيضا التستوستيرون، هذا يكون مهم بالميل. والتستوستيرون والأندروجينز هذه تعتبر هي بريكورسرز، تتحول فيما بعد إلى الاستروجين. فأي خلل بهذه العملية ممكن يسبب لنا خلل عند الشخص، يعني مثلا إذا في ميل عدد ديفكت بالأروماتيز إنزيم، حيكون عنده زيادة بالتستوستيرون وقلة بالاستروجين. بالعكس اذا ميل عنده زياده بالاروماتيز انزيم هسه اكثر التستوستيرون حيتحول الى استروجين. وبالاضافه الى المشاكل مثلا اذا كان عنده في ديفكت باي ستيب من هذه الستيبس، فبالتالي حتؤدي الى وجود ديفكت بالستيرويد سينثيسيس. ثانك يو.